ومستمرين معاكم في أخبارنا عن الرياضة والفعاليات الرياضية المختلفة اللي في مهرجان العالمين الجديدة. ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتنفذ بطولة كأس مهرجان العالمين لخماسي كرة القدم، وده في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. البطولة بيشارك فيها 8 محافظات، هم كفر الشيخ وبني سويف وإسماعيلية والقليوبية والشرقية والغربية ومطروح واسكندرية. هنتعرف أكتر عن الموضوع ده من خلال اتصالنا الأستاذ أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومنسق مشروعات الشباب والرياضة بمهرجان العالمين. برحب بحضرتك. أهلا بيك أستاذة ليلى وأستاذة المشاهدين. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الفعالية دي، خاصة مع اهتمام الوزارة بمشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة. في البداية احنا إن شاء الله عندنا خلال الأسبوع القادم نهائي كاس مراكز الشباب، او بمعنى اصح ده نهائي كاس كره القدم الخماسي للعالمين. ده عباره عن مشاركه 8 مراكز شباب اللي هم احسن 8 مراكز شباب في دوري مراكز الشباب اللي بتنفذه الوزاره كل سنه. هتقام البطوله خلال ايام الاربع والخميس القادمين بمشاركه 8 فرق، وفي النهايه بيبقى في جوائز للمشاركين اللي كسبوا المراكز الاولى والثانيه والثالثه. بالاضافه ان احنا برضو الوزاره بتعمل العديد من الفعاليات الرياضيه والشبابيه خلال فتره مهرجان العالمين، بنعمل رحلات اليوم الواحد للشباب من جميع المحافظات، بيبقى عدد 100 شاب كل يوم بيقدر يجي معانا للعالمين يستمتع بالبحر ويستمتع بالمنطقه الترفيهيه والالعاب الموجوده فيها، وفي نهايه اليوم بيروحوا المدينه التراثيه يتفرجوا على مسرحيه في المسرح الروماني. عندنا عديد من الفعاليات والبطولات زي بطوله الدومينو وبطوله الطاوله اللي نفذها الاتحاد العام للترفيهية الأسبوع الماضي، وكانت هي كأس العالم. كان عندنا بطولة جمهورية الراكت، كان عندنا لعبة جديدة اسمها الكورت بول عملناها على الملعب الرملي في المنطقة الترفيهية. بالإضافة إن إحنا كمان عندنا خلال الأسبوع القادم أكبر بطولة موتور سبورت أو الطيارات والدرجات النارية في العالمين. أكيد هننتظر كل الفعاليات المختلفة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومنسق مشروعات الشباب والرياضة في مهرجان العالمين.